فقرتنا في سبيد زون عندنا الاوف رود، جاي اسوي معاكم تجربه مع سياره البرانكو. سياره البرانكو من السيارات العريقه جدا، يعني 1966 اول سياره برانكو طلعت. طبعا هذه البرانكو الجديده 2023، نفس طريقه اللي 1966 البرانكو القديمه البوكسي ستايل مثل ما نشوف. تعالوا طريقة البادي بالضبط نفس البوكس، ماخذين الانفايرمنت مال 1966، الانسبيريشن او طريقة الستايل اللي ماخذينه من سباقات باها او سباقات البطولات الباها العالمية. الرنجات صج صغيرة هني، لكن لها هدف ان التواير لازم تكون كبيرة تعطيك مساحة عشان تروح الأوف رود. راح نجرب السيارة هذه مقارنة بالسيارات الكثيرة اللي موجودة في سيارات الأوف رود، وهذه الكورس أفضل كورس تقريبا في العالم في مملكة البحرين هني في حلبة البحرين الدولية. طبعا يسوي تيست حق أي سيارة اللي يقول أن سيارته أوف رود، هذه المكان الصح. راح نجرب البرانكو، راح نشوفها من الداخل، نتكلم عن الانستراكتور اللي راح ياخذنا لفة على طبعا حلبة البحرين الدولية والأوف رود. خلكم معنا. وكذي ركبنا السيارة مشاهدينا، ومعاي هي متسابق وكوميل والانستراكتور في حلبة البحرين بيراوينا الأوف رود كورس. وكوميل يعني تكلمنا عن السيارة، يعني السيارة وايد حلوة. نعم. فيها وايد مواصفات حق الأوف رودينج. الجولة اللي بنسويها الحين إن شاء الله بتختبر هذه السيارة، رأيك فيها في البداية. نعم. مقارنة بباقي السيارات، أنت جربت تقريبا كل السيارات اللي موجودة في الأوفرود في هاي الحلبة في هاي الكورس، وعطني رأيك. راح أفيك أخوي حمد، فعلا مثل ما قلت أنا جربت أكثر من سيارات، واللي يميز هذه السيارة سهولة في أنت تختار الترين اللي أنت بغيته. يعني وايد العملية سهلوها من ناحية السيارات الثانية، تعطيك مغامرة أكثر اللي أنت تتحكم في أمور وايد في السيارة، تختار على حسب أنت الحواجز اللي عندنا. طبعا عندنا هنا 33 حواجز وعرة، وبنشوف شلون قدرة السيارة. الحلو بعد أنه في هذه الكورس خلنا نقول السيارة فيها تستخدم السايق بعد نفس الوقت، مو نفس السيارات، في سيارات ثانية كل شيء فيها أوتوماتيك. هذه السيارة يخليك انت بعد تفكر فيها، استمتاع اكثر. يعني انا بالنسبة لي هذه استمتاع اكثر، انك تختار الدفريشن اللي انت تبيه، طريقة الرود اللي انت قدامك. فالاوبشن اللي موجودة بسيطة لكن حلو انك تستخدمها، تطلع مهاراتك، تطلع مهاراتك، مهارات حلوة. ايوه بالضبط. ويعني من داخل بعد السيارة وايد جميلة، شاشة كبيرة موجودة، شاشتين، يعني شاشة اللي هي الكونسول هاي العادية. نعم. وعندك داش بعد شيء حلو، سيارة صراحة جدا جميلة، فيها بعد يعني كثير من الأمور اللي ممكن تساعدك في الأوفرودينج. نبتدي أول ومن نختار النظام على طول، الشاشة ذي تتحول إلى الفرونت كاميرا، فبتعطيك اللي هو زاوية جدا واضحة، أنت تشوف شنو أمامك، شو قاعد يصير. يعني فورد يمكن رجعتهم في هذه السيارة واضحة حق شنو، يعني مع نجاح السيارة هذه البرانكو من 1966 لليوم رجعتها للسوق، يعني اكيد في بالهم شيء. وايد ماخذين من سباق الراليات مثل سباق باها، وايد ماخذين انفلونس من هذه السباقات حق هاي السياره، وفي بالهم انه يعني تكون نيش السياره بطريقه جدا جميله. طبعا مثل ما قلت لك العمليه جدا سهله، الجير بوكس بيكون في النيوترال، وهنا عندنا هذه الجويستيك تحكم بالترين اللي احنا نحتاجه. انزين، فعندك مثلا عندك النورمال هو السياقه العاديه، عندك اللي هو الايكو حق الفيولينج هالامور ذي، عندك الثالث واحد السليبري حق الانزلاق. اوكي، عندك المادرات اللي هو الشل. إيه. ما نقول عنه، ما عندنا وايد، ما عندنا بالضبط في اوروبا كثيره يعني. ايوه عندنا حق الساند بعد. زين، وعندنا اللي هو حق الباها مثل ما تفضلت. هاي تقريبا جاونا يكون هني اكثر شيء، اكثر شيء اللي متستخدمه بالضبط. احنا بنروح طبعا حق الروك كرول. إيه. انزين، اللي هو اخر واحد بنستخدم الروك كرول، لان المنطقه اللي عندنا هني وعره. ايوه
ايوه صخريه. حق الروك كرول طرقات الوعره ما نحتاج السبيد، تحتاج لو. ايوه لو سبيد. فعلى طول هو من يروح حق اللو سبيد معناته هاي تور قاعد يوازنه في الجهه الثانيه. فهني يمكن الفور هاي تحتاجها اكثر حق الامور الرمليه، رمليه الامارات اكثر شيء بالضبط. فيها يعني طرق وعريه رمليه، ولازم السياقه تكون بسرعه تكون. فعلى طول يتغير طبعا نظام الجير ريشو يتغير يعني، والله لازم السياره تروح اسرع هني. اللو لا، لازم تكون لو سبيد، تحتاج الى انت العزم اكثر من السبيد. فهي مباشره راحت حق اللو فور لو اللي هو اللو رينج. حلو الكلام. في السياره الحين جاهزه حق الاوف رودنج، وبتشوفنا هني على طول صار اللي هو الدفلوك اللي ورا والستابلايزر بار، هذا بعد يساعد اذا صار عندنا اي مثلا احنا صاعدين او نازلين احفار شيء كذي، خلاص بيعطي مجال حق السسبنشن اللي هو ينزل اكثر من الاعتيادي. هاي جدا جدا مهم دي. نعم، وبنشوفها الحين قدام عيننا. والحلو ان كاتبين جوت هو بالعماله هني شنو هي greatest of all time، هي طبعا الكلمه. نعم. بس هني قاصدين فيها ان going out any train، يعني تروح حق اي طرق وعره، وراح نشوف اليوم هالشيء. شيء وايد حلو. فطبعا الحاجز عندنا نصه دري ونصه نقول عنه احنا سليبري. يعني ايش معناته؟ معناته التراكشن كنترول قاعد يقرا الا هني هذه الجهه دري وهذه الجهه سليبري اللي هو يعني منحدر منزلق يعني. ايوه. فهني ايش اللي يصير؟ بعض السيارات ما يعرف التراكشن كنترول هو في وين هني، فيعطيك فولز. فهني التراكشن كنترول قاعد يشتغل معناته على كل تاير بروحه. فتلاقي هو قاعد يقرا هذا التاير هني شنو بالضبط، شنو عنده بروحه، وهني شنو عنده يمكن شيء ثاني، وهني شيء ثاني. اي فتشتغل السياره على حسب كل تاير شنو يكون السيرفس موجود، والسياره تمشي على هاي الاساس. فهو عنده شنو؟ عنده الهبوط المفاجئ قاعد يستخدم الانجن بريكنج. صح، على طول يشتغل انجن بريكنج فيخف. هذه متعه الاوف رود اللي هي الحين هذه. هاي اللحظه، هذه اللحظه. شوف هني لازم مثلا استخدم انا ذي عشان شنو؟ العمليه جدا سهله يكون زين، ما يكون في سليبري كلش في التواير. يعني انا لو افصل دولين على طول بتشوف هني طموري. شلون؟ ايه ده ما هاي ما يشتغل. ها؟ شلون تعطيه؟ رد عليه تعطيه، اما بدلين ولا تحس موضوعك، هذا بس مجرد تسوي لهم لوك بيناتهم. شلون؟ طلع ما عنده اي مشكله. شوف الحين واحد تاير لورا فوق له. ايه